يقدمها هو والنجمين. أتحدث عن أعماله القديمة. ما تنصد ولا ترد. الله يا بيزيت. ريباس يلعبها. الكرة تصطدم في الهائط تتخلص بتعود لزياد. يا سلام ما تفعل زياد الصحفية. سلام المولد حسني. كابتن ربع ساعة في مباراة الاتحاد والهلال تعتبر للاتحاد زيايا. يا سلام يا نور. نور اليوم عمل العمايل. باولو جورج يتخلص ينقلها إلى الأمام. الله لاحظ راشد الرهيب تقدم إلى الأمام ولكن لاحظ خد الاثنين مر من الاثنين وحولها مباشرة إلى عبد الملك الزيايا. يا سلام بالرياض 2-0. ومع قرب الوقت تشوف القمر الآن القمر الذي يضيء المباراة هو باولو جورج. وركلة جزاء محمد نور أمام محمد الدعيع. نور بالمرمى. سجل في المرمى. محمد الدعيع تقدم واتجه للناحية اليمنى وغلط محمد نور كثيرا وسجل هدف جميل.